وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا السيد ضياء الشمري. أهلا ومرحبا بك سيد ضياء. بداية، 1036 طفلا في مراكز تحتجزهم القوات الحكومية بتهم الإضرار بالأمن القومي، كيف ترى هذه التهم الموجهة لأطفال؟ السلام عليكم. في البداية حقيقة التجارة بالأعضاء البشرية هذا موجود، وتجارة معروفة عالميا. كانت هذه موجودة التجارة في الدول جنوب أمريكا كانوا يستعملوها، وحتى في الهند والدول الشرقية أيضا. وفي الآونة الأخيرة بدأت التجارة بالأعضاء البشرية في العراق وسوريا وحتى اليمن، والآن في ليبيا. هذه التجارة في البشر هي أخص التجارات الموجودة في العالم. نعم، الحكومة العراقية لها علم ودراية بهذا الموضوع، لأنه تحت غطاء الميليشيات والحشد الشعبي اللي موجود في العراق تتم اختطاف بعض الأطفال. وهذا العدد اللي ذكرته حضرتك، أنه هذا العدد ويفوق هذا العدد الموجود، لأنه المفقودين بالوقت الحاضر في العراق كثيرين جداً، ولحد الآن لا توجد إحصائية مضبوطة 100%. هذه الإحصائية فقط في المناطق الشمالية من العراق، المفقودين في مناطق الموصل والرمادي وتكريت وديالة. أما المناطق الأخرى في العراق وفي بغداد، الكثرة المناطق في بغداد لحد الآن لا توجد إحصائية في هذا، لأن كثير من الأطفال في العراق متسولين ولا لهم رعاية ولا رعاية اجتماعية في العراق. لا توجد لا لهم لا أب ولا أم ولا أي شيء ممكن يرعى هذه الأطفال. طيب، هذه التهمة التي توجه لأطفال بأنهم يعني يضرون بالأمن القومي العراقي، لماذا يتهم أطفال بها في مدن بعينها؟ يعني لماذا لا توجه إلى كافة الأطفال؟ هل هنالك شبهة طائفية في هذه التهم؟ بالتأكيد، عزيزي، بالتأكيد هي هنالك طائفية وهنالك تهجير المناطق، أو بالحقيقة محي هذه المناطق من الكادر البشري وخاصة من الأطفال. الأطفال بعدين يصبحوا شباب. بالوقت الحاضر العمليات التي تقوم بها والتوجيهات التي تؤمر بها الحكومة العراقية، قصد التوجيهات التي تأتي من إيران وتؤتمر بها الميليشيات الشيعية بالحرف الواحد أقولها والحشد الشعبي، هي هذه الميليشيات التي تقوم بهذه العملية وتتهم الأطفال بأنهم يرتكبون بعض الجرائم أو التحاقهم بالدولة الإسلامية. والادعاءات هذه لا توجد عليها أي إثبات أو مادة، أنه فقط الحشد الشعبي هو الذي يثبت، ولربما تحت التعذيب يقول نعم أنا بالدولة الإسلامية حتى يخلص جسمه وبعدين يذبح ويقتل ويأخذ وتتاجر أعضاءه. هذا الذي قاعد يحدث في المناطق في الموصل وفي كل المناطق الشمالية في العراق حقيقة. أما في بغداد لا توجد إحصائية أخي. في بغداد المتسولين الموجودين في بغداد من الأطفال يخطفون ويفقدون ولا توجد أي أثر لهم. لأن هذه ما يثير إنه هنا سيد ضياء، ما يثيرني هو كل دول العالم، إن كانت دول العالم المتقدم أو دول العالم الثالث، هي تعتني بأطفالها لتعتبرهم اللبنة الأساسية لجيل المستقبل. لماذا في العراق هنالك إهمال متعمد لهذه الطبقة؟ أخي، أكو في عندنا دارس، في عندنا التعليم، في عندنا رعاية اجتماعية. السياسيين في العراق سرقوا الماء والكهرباء ولقمة العيش من 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 الشعب العراقي. العراقيين لحد الآن لا يعون ماذا يحدث في العراق. المجرب لا يجرب، ولحد الآن هم راحوا للانتخابات وانتخبوا بهذه المنتخبات الهزيلة اللي كانت موجودة في العراق. يتحمل الجزء الأكبر في هذه المشكلة هو الشعب العراقي. المفروض الشعب العراقي دول السياسيين اللي بالعراق، والله أنا ما بعرف لو هذا يحدث في أي بلد آخر في العالم بما يعملوا السياسيين العراقيين في الشعب العراقي اللي كان ذبحوهم. هسه بالوقت الحاضر، يعني هذا مو مسألة تحريض، أنا قاعد أتكلم حقائق أخي. الشعب العراقي بالوقت الحاضر لا عنده ماء ولا عنده كهرباء ولا دواء ولا مدارس ولا جامعات ولا أي شيء صحيح ممكن يستمر عليه. فقط السياسيين الذين كل أولادهم يدرسون في الخارج وعايشين في الخارج، لا يعيشوا في العراق، وإذا كانوا عايشين يعيشون في المناطق الخضراء ومناطق محمية لهم.
من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا سيد ضياء الشمري، شكرا جزيلا لك.